السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأحباب، خوتي خواتاتي، إن شاء الله تكونوا بأحسن صحة. إن شاء الله موضوع هذه الحلقة بإذن الله عز وجل مفيد. وش هي هذه الحلقة؟ وهي عبارة عن اليوتيوب أعطاكم فرصة لا تعوض. لو تعرفون استخدامها سوف تشاهدون بإذن الله عز وجل. وبالنسبة للقنوات الغير مفعلة، إذا تابعوا معنا بإذن الله محتوى الفيديو. أهلا من جديد خوتي خواتاتي، موضوع تحت الحلقة بإذن الله عز وجل وهي كيف تحقق الربح من الفيديوهات القصيرة. أخوتي، كما تعرفون أن في بداية سنة 2023 بإذن الله عز وجل غادي إن شاء الله بإذن الله عز وجل غادي يبقى اليوتيوب تحقق الربح من الفيديوهات القصيرة، وهي شورت مدتها من 20 ثانية حتى الدقيقة. شروط اليوتيوب: خصك تكون مصورة بالطول، وتكون ملكك أنت صوت وصورة. أعيدها، ملكك أنت صوت وصورة، ماشي تجيب لي فيديو من الفيسبوك او التيك توك ولا الانستغرام وتقول لي هذا، وتقول اليوتيوب هذا فيديو تاعي باغي نحقق منه الربح. خوتي حذاري، اللي راه باغي يخدم على الفيديوهات القصيره يخدم من دروك، لانها راها كيما نقولوا راها متوفره من 10 الشهر اللي فات، من 10 الشهر اللي فات اللي هو الشهر الماضي شهر 10 بدا تخدم على الفيديوهات القصيره، لانها ان شاء الله باذن الله عز وجل غادي تبقى تحقق الربح ويدير عليها اعلانات باذن الله، ولكن بشرط تكون فيديو تاعك حصري صوت وصوره. صور اي حاجه بالهاتف النقال تاعك او بالكاميرا اللي باغي تصور بها، صور اي حاجه، ولكن ما تكونش فيديوهات من جهات اخرى، تكون فيديو تاعك ملكك انت، وهي عباره عن فيديوهات قصيره. إذا خوتي، بالنسبة هذه صاي من جهة، الجهة الثانية بالنسبة للقنوات اللي مازال ما شاء الله ما تفعلتش، جاتك فرصة لحد اللي عندك دار هذاك اليوتيوب كهدية. إذا ما هي هذه الفرصة وما هذه الميزة الجديدة؟ بكري في السابق كان باش تحقق شروط باش تفعل قناتك 1000 مشترك و 4000 ساعة. اسمع وش هو الميزة الجديدة، وهي تحقيق 10 ملايين مشاهدة من فيديو شورت. إذا كنت صورت فيديو قصير ودرته في منصة تاع اليوتيوب وحققت منها 10 ملايين مشاهدة في ظرف 93 يوم، في ظرف 3 أشهر، راح غادي تتفعل لك القناة نتاعك، تنجم تبعث القناة نتاعك للتفعيل. إذا خوتي، نعاود، اللي يبغي يخدم على الفيديوهات القصيرة اللي هي فيديوهات شورت، خصك تكون ملكك انت صوت وصورة حصرية، ما تكونش مسروقة. حذاري وثم حذاري، تبغي دير بها موسيقى من المكتبة نتاع اليوتيوب لا يقبل الفيديو، لا يمكن يكون تحقيق منها ربح. جيب موسيقى من جهة أخرى ما تكونش فيها حقوق طبع ونشر، ولكن ابتداء من شهر جانفي إن شاء الله نجم دير موسيقى في الفيديو القصير من مكتبة اليوتيوب. مفهوم خوتي؟ وبالنسبة وعيد، بالنسبة للفيديوهات القصيرة اللي حاب يحقق الربح ويخدم، يبدأ من الآن أخدم على روحك. واللي يبغي يحقق الربح من القناة نتاعه بإذن الله عز وجل، خصك تحقق 10 مليون مشاهدة في ظرف 3 أشهر من فيديو قصير. هذا إضافة باش اللي كيما نقولوا بزاف اللي كان جيهم 1000 مشترك و 4000 ساعة، زادت هذه الميزة تحقق 10 ملايين مشاهدة من فيديو قصير لمدة 3 أشهر، غادي تفعل قناتك، ولكن بشرط تكون الفيديوهات الشورت تكون ملكك انت، ما تكونش مسروقة وتكونش محتويات متكررة. إذا خوتي حذاري، اليوتيوب راها دارت تحديثات جيدة ابتداء من سنة 2023، يوتيوب عالم آخر، ولكن يا ويله اللي يغلط، أقسم بالله يا ويله اللي يغلط، غادي تكون مفاجأة كبيرة بالنفس اللي ما راهمش يسمعوا الهضرة وراهم يديروا واحد الصوالح من غير صانهم. إذا حذاري، خاف على قناتك، دير حاجة بما يرضي الله، وحاجة تكون نقية ومحتوى هادف ما يكونش مسروق. إذا إن شاء الله بإذن الله نتمنى لكم كاع النجاح،
لبعض القنوات اللي مازال ما حققش الربح، اخدم من ضغوك، ابدأ من الآن على الفيديوهات القصيرة وحقق عليها الربح إن شاء الله. هذه بالنسبة للقنوات المفعلة، والقنوات الغير مفعلة اخدم على الفيديوهات القصيرة بإذن الله راح تنجح وراح تحقق 10 ملايين مشاهدة في 3 أشهر. شهوة بشرط خدم فيديو يكون شباب، صوت وصورة، جودة، أي حاجة، دير حاجة محتوى، حاجة هادفة، لأن بإذن الله اليوتيوب بصات بالإبداع. خدم فيديو قصير يكون مبدع ويكون يعجب الجمهور، راح تحقق إن شاء الله بإذن الله الربح والشروط اللي متفق عليها في اليوتيوب. إذا خوتي هذا الفيديو إن شاء الله بارطاجيوه مع الناس باش الناس تستفيد، وإن شاء الله نتمنى لكم النجاح. ميدو كلاش ديما يبغيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.